ومساحتنا الأولى لليوم رح تكون بعالم الطب، ونحكي عن مرض هو شائع بين الأشخاص، معروف بالاضطراب النصفي أو يعني باللغة المحكية أنه هو عدم تخثر الدم. رح نحكي عن مرض النعور. أكيد نرمين، فينا نقول أنه اليوم اسمه العلمي هو الهيموفيليا. شو هو هذا المرض؟ شو هو الأسباب اللي ممكن تؤدي أنه اليوم الشخص ينصاب بهذا المرض؟ هل هو وراثي أو مكتسب؟ كثير من الأجوبة حجاوبنا عليها لليوم ضيفتنا الدكتورة تهاني علي، رئيسة الجمعية السورية لمرضى النعور. سعد صباحك. صباح الخير، كيفك؟ يسعد صباحك واهلا وسهلا بحضرتك. صباحكم. معروف عن مرض النعور انه هو اضطراب نصفي، او مثل ما ذكرت بالمقدمه انه عدم تخثر الدم. خلينا نحكي علميا بشكل مفصل شو هو واذا له انواع. مرض النعور او الهيموفيليا هو اضطراب دموي وراثي بيمنع، بيصير في مشكله بتخثر الدم. مشكلته وراثيه مثل ما حكينا، ومرتبطه وراثته بالصبغي اكس، وبالتالي هو بيصير بالذكور، بيتظاهر عند الذكور، اما الاناث بيكونوا ناقلات للمرض، وبيصيب بيتظاهر باشكال مختلفه، نزوف مفصليه، نزوف عضليه، رعاف، ممكن نزف دماغي بعد اي رد، بعد عمل جراحي، على المشي، على قلع الاسنان، كله ممكن يكون سبب لتظاهرات المرض. طيب خلينا نحكي اليوم عن الاعمار قبل ما نفوت بباقي تفاصيل لقائنا لليوم. اليوم هذا المرض يعني شو هي اكثر شيء الاعمار اللي ممكن ينصابوا فيه؟ طالما قلنا مرض وراثي فهو من لحظه تشكل الجنين داخل الرحم بيكون مكتوب له، بيكون ظهوره فورا دكتور؟ لا ما بيتظاهر، بس بيكون الخلل موجود عنده، بيتظاهر لما بيبدا الطفل. اول شغله عند كونه ذكور وكونه مجتمعنا في تقليد هو الختان، فعند عملية الختان اللي عادة بتكون بعد الولادة مباشرة أو خلال الشهر الأول، أحيانا ممكن يتأخر، ممكن يتظاهر بنزف عند عملية الختان. إذا ما صار أو إذا كان ما في هالأعراض، لما ببلش الطفل يتعرف على المجتمع أو البيئة اللي حواليه ببلش يحبي، مثلا يمشي على أربع، ببلش يحاول يوقف على رجليه، فبيصير ممكن يوقع، ممكن يصطدم بأي شيء بالغرفة حده، فهي السقوط أو هي الارتطام بالفرش اللي حواليه ممكن يعمل كدمات، ممكن يعمل نزوف تحت الجلد، ممكن يعمل نزوف بالجبهة بالجبين مثلا، ممكن بفروة الرأس، ممكن يضرب شفته أو لسانه إذا كان عم بيسنن. فكل هاي المراحل ممكن يتظاهر المرض فيها، وحسب شدة المرض. يعني المرضى المصابين بالنعور مو كلهم نفس الدرجات، في ثلاث أنواع له. في شكل شديد بيكون العامل التخثر عندهم معدوم تماما، هدول تصير عندهم نزوف عفوي بدون أي رد. في مرضى بيكون متوسط الشدة بنسميه من 1 إلى 5%، ممكن يكون رد بسيط لحتى يصير في عنده نزف أو تداخل راد، تنظير، عمل جراحي، قلع أسنان، أو ممكن يكون خفيف الشدة. هدول ما بيكتشفوا إلا بالصدفة إذا راح يعمل عمل جراحي، حتى تحاليله الاستقصائية بتكون طبيعية تقريبا. هدول المرضى بدون تحاليل أكثر لحتى يتشخصوا. طيب دكتورة كمان خلينا نفرق عن النوع الثاني لمرض النعور، هو مرض فون ويلبراند. خلينا نحكي أكثر شو هو، شو بيفرق عن مرض النعور، وكان في ندوة يمكن الأسبوع الماضي، خلينا أيضا نحكي عن المحاور يلي كانت فيها وأبرز النتائج. مرض النعور هو اضطراب نصفي مثل ما قلنا وراثي، بتميز أنه وراثته مرتبطة بالصبغي إكس، بيصيب ذكور الإناث ناقلات له. مرض فون ويلبراند اللي نحن كانت حملتنا والندوة العلوية اللي صارت برعاية وزارة الصحة وبالتعاون بين الاتحاد العالمي للهيموفيليا والجمعية السورية لمرضى النعور، كان معني طبعا كانت بآخر مرحلة من الحملة اللي صارت، حملة التوعية والكشف عن مرض فون ويلبراند اللي استمرت 6 أسابيع بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة السورية ومع الهلال الأحمر. فهذا المرض كمان هو مرض دموي، مرض بتخثر الدم، بيصير في زي استعداد للنزف، لكن وراثته جسمية، يعني بيصيب ذكور وإناث. نسبة شيوعه أكثر مرض النعور أقل، مصادفة 1 بال4000 شخص ممكن يكون، يعني بسوريا متوقع عنا 2000 ل2500 3000 مريض. أما مرض فون ويلبراند انتشاره أكثر 1%، ومثل ما قلنا بيصيب صبيان وبنات، بس تظاهراته عند البنات بتكون أكثر
خطورة وأكثر يعني بيعبر عن نفسه بشكل أكثر، لأنه الفتاة ممكن بسن البلوغ تعاني من الدورة الشهرية، لما بتتزوج ممكن يكون الإنجاب الحمل الولادي هي عامل خطورة لتظاهر المرض أكثر. خلينا نجزئ هدول المعلومات كرمال نعطي المساحة أكثر لهذا المرض. اليوم كثير مهم إقامة هدول الندوات بهدف نشر التوعية. حكينا عن الناعور بشكل عام، خلينا اليوم كمان وحكينا بشكل سريع عن الأعراض، خلينا نتوسع أكثر بالأعراض كرمال كل الأهالي أنه انتبهوا إذا طفلهم اليوم بيعاني أو لا. أي طبعا مرض فون ويلبرانت مثل ما قلنا بيختلف عن مرض الناعور، انه حيعبر عن نفسه بنزوف اغشيه مخاطيه مو مفاصل وعضلات، لانه مرض بالارقاء الاولي الخلل عامل فون ويلبرانت، مشان هيك ممكن يصيب ذكور واناث كمان. فممكن ببساطه يصير رعاف، اكثر مشكله بيعانوا منها الاطفال الرعاف المتكرر، او انه الرعاف يطول النزف من الانف يستمر، ممكن الناس ما تعرف شو معنات رعاف، ينزل دم من الانف ممكن يستمر اكثر من 10 دقائق، احيانا بيحتاجوا مراجعه مشفى ما بيوقف بشكل يومي تقريبا، وبدون رد وبدون قريب وبدون تعرض للشمس. ممكن سهوله التكدم خلينا نقول تطلع كدمات تحت نتيجه النزف من الاوعيه الدمويه تحت الجلد، قد لا تكون محرضه برد، يعني بدون ما يكون في طرقه، الست بتقلنا انا ماني منتبهه اني اكلت ضربي هي المنطقه، فبنشوف انه بنسميها سهوله التكدم، تطلع بقع ملونة تحت تماما. كنا نقول او معلومه طبيه انه هي بسبب في مشكله بصفيحات، هي احد اسبابها، قد يكون في اضطرابات النزفيه الى اسباب كثيره، قد تكون نقص عدد الصفيحات او اضطراب وظيفتها، نقص عددها له اسباب كثيره، مكتسب ما وراثي، اضطراب وظيفه الصفيحات بيعمل اعراض بتشبه تماما مرض فون ويلبرانت، لكن شيوعه اقل بكثير بكثير، ومرض وراثي كمان بس ما له بنفس خطوره داء فون ويلبرانت. فالرعاف وسهولة التكدم هن أعراض، لأنه الصفيحات بالإرقاء الأولي مع فون ويلبرانت فبتكون الأعراض متشابهة تقريبا. سهولة التكدم عنا نزف من اللثة، في كتير سيدات أو أشخاص بيشكوا أنه لما بيفرشوا أسنانهم بيطلع دم، أو حتى عفوي لما أو بدون رد ممكن يطلع دم، أو إذا قرطوا تفاحة مثلا أو أكلوا شيء قاسي ممكن يعلم على الشيء اللي عم بياكلوا، أو إذا راحوا على دكتور أسنان قلعوا أسنانهم، أو الطفل لما بيسنن أو بيبدل أسنانه ممكن يصير نزف من الفم، ممكن يصير نزف بعد عمل جراحي. لكن أهم أسباب الأعراض هي غزارة الدورة الشهرية، وهي كانت محور الحملة تبعنا، مشان هيك كان توجهنا لتنظيم الأسرة، عيادات تنظيم الأسرة. فغزارة الطمس يلي حتى هيدا غزارة الطمس هو شيء شخصي، يعني ممكن سيدة تكون عم بتعاني من غزارة الطمس أو فتاة ومعتبرته عادي، وهيدا كتير شفنا، ممكن واصلة لمرحلة فقر دم، ممكن مراجعة كتير أطباء لحتى تسأل عن هاي القصة وما واصلة تشخيص، أو ما بتروح بتقول أنا هيك عمتي هيك خالتي هيك ماما وأنا هيك، فعادي إنه عادي. هي العبارة كتير سمعناها لدرجة بدنا نرفع شعار، لا مو عادي، إنه عادي يكون عنا هاي الإشكالية. وأحياناً بيتظاهر فقط بإنه تروح مخازن الحديد نتيجة النزف المتكرر وفقر الدم، فهي أعراض هذا المرض. طيب خلينا نحكي دكتورة عن عوامل الخطورة لهذا المرض، ولما نحكي عن عوامل الخطورة بنقصد الوفاة يلي ممكن تصير، أي مدى الحالات يلي بتصير، ونحكي عن حالة الإهمال لوين ممكن تودينا فيه. شكرا لهذا السؤال، لأنه إيه هل هو خطير؟ هل بيأثر على حياة المرأة؟ غزارة الطمس بحد ذاتها ممكن تأثر على نوعية حياة المرأة، ممكن تعمل لها تعب، إرهاق، مثل ما قلنا فقر دم، تأثر على حالتها النفسية، شفنا حالات اكتئاب، هل هي مهددة للحياة؟ طبعا لما ممكن تنزف المرض، السيدة اللي عندها هذا المرض ببساطة لما بدها تولد بتروح على المشفى، إذا مو مشخصة بترجع على البيت، هي نزوفه متأخرة بتصير بعد الولادة، بعد 48 ساعة ممكن ترجع على المشفى بنزف حاد صاعق لا يمكن السيطرة عليه، ممكن تحتاج نقل دم بكميات كبيرة، ممكن ما تتوفر هي الكميات من الدم بلحظتها، ممكن رغم كل التفاصيل إذا ما نعرف المرض ما يعرفوا يتعاملوا معه، ما في علاج له، ممكن تفقد حياتها. وإذا كانت محظوظة ممكن يروحوا على استئصال رحم لحتى يوقفوا النزف، إن كانت سيدة بعد الولادة أو حتى الفتيات، شفنا كتير فتيات بعمر 12 سنة أو بأول بلوغ للدورة كانوا يعانوا من غزارة الطمس، يراجعوا بنزف صاعق ما يتم التعامل معهم بوعي أو ما يعرفوا شو السبب، يعتبروا أنه عندهم مشكلة غير قادرين على التعامل معه، يوقعون على إقرار بالموافقة على مسؤولية الأهل باستئصال رحم لفتاة بعمر
12 سنه او 13 سنه، ممكن تعمل نزوف اباضه بتخلي المريضه تراجع بحاله اسعافيه يشكوا انه زايده او انفتال كيسه مبيض، ويفتحوا بطنها مره واثنين وثلاثه وما يعرفوا انه تماما، ويكون التدبير بسيط، نقل راس بقرينك، نقل ركازه عامل فون براند، او اعطاء حبوب تنظيم الدوره مثلا لحتى نخفف من هيدا الاشكال، فهو فعلا مهدد للحياه. او اذا شاب ممكن يروح يعمل عمل جراحي، اذا ما هو مشخص ممكن تتعرض حياته للخطر. طيب دكتورة، حكيتي نقطة يعني خلينا تكون هيك تحت خطين، انه بجوز الحالة توصل للمشفى الدكتور ما يعرف. ايه اكيد. ونروح لقصص اكبر، ان كان استئصال رحم، ان كان شيء ممكن اليوم الفتاة تحرم الانجاب بسبب ان اليوم الكادر الطبي ما بيعرف. طيب ليه ما بيعرف؟ يعني هل هو المرض، هل هو صح ما كتير شائع او نسبته كتير قليلة، ولكن بالنهاية هو مرض طبي؟ لا، هو شائع بس تظاهراته او المعرفه، مشان هيك كانت الندوه العلميه هي اول مره بتصير ندوه علميه بسوريا مخصصه لمرض فون ويلبراند. هو بتظاهراته مخفي، يعني حتى بالعالم بكثير بلدان حتى المتطوره تشخيصه صعب، لانه صح تظاهراته مثل ما حكيتي حضرتك نقص الصفيحات، وقلنا اضطراب وظائف الصفيحات، في امراض كثير اخرى ممكن تشترك معه بالاعراض السريريه، تشخيصه صعب. يعني انا لحتى شخصه احيانا بيقولوا لنا الاطباء نحن عملنا البي تي والبي تي تي مثلا او زمن النزف، هيدا اللي بيشخص كمرحله اولى الاضطرابات النزفيه. بهذا المرض بتطلع طبيعي بنسبه كبيره من المرضى، مضطرين نروح على تشخيص او اختبارات نوعيه ما انا متوفره بالحاله الاسعافيه وبكل المشافي، مشان هيك الاستجواب للمريضه او للشخص كثير مهم. ندور على قصه النزف بحياته وكيف بيتظاهر النزف، والقصه العائليه نقطه كثير كثير مهمه لكشف هيدا المرض. يعني الوراثي قصدك؟ اي طبعا، القصه العائليه، نشوف في حدا بالعائله بيشكي هيك مثلا، عنده هيك اعراض، في حدا مشخص له هذا الاضطراب النزفي، انت بحياتك عندك 1 2 3، نسال عنه. كثير مهم قبل ما نروح على التشخيص المخبري مشان ما نفوت فرصه انه نعالج هيك مريضه بالشكل الصح. ومشان هيك كان بالحمله وبالندوه اللي اطلقناها كان في شيء اسمه استبيان للتقصي عن الاعراض النزفيه، هذا معتمد عالميا وعلى مبدا الطب المسند بالدليل، بيعطي نقاط لكل عرض بتشكي منه المريضه او الشخص، وبنهايه التقييم بنشوف اذا كان اكثر من رقم معين، اذا 3 مثلا للطفل، 4 للرجل، 6 للمراه، بنقول في خطر نزفي بده يروح على تشخيص تخصصي. وللسيدات بنعمل تقييم غزاره الطمس، لان مثل ما قلنا ممكن توصل شقف بتنزل هيك التعبير انه خثرات مثلا، بس بتقول لك او بتبدل كثير، بتبلل بتقول لك ايه انا عم ما عم بدل كثير او ما عندي غزاره، فنحن بنعطي نقاط اكثر من 100 في غزاره الطمس، بنروح على التشخيص او الاختبارات المشخصه لهيك سيده. طبعا هي التحاليل بس ممكن تسالوني او هيك، هي بتصير بالجمعيه السوريه لمرضى الناعور يلي مقرب مشفى التوليد الجامعي، وتقدم مجانا للمرضى يلي بنشك عندهم. قد الوقت اليوم مهم باكتشاف هذا المرض عند الطبيب؟ قد ايه بيستغرق الوقت؟ قد ايه الوقت مهم بهيك حالات؟ طبعا الوقت مهم جدا، مشان هيك هي نشرة المعلومة والتوعية عبر وسائل الإعلام، عبر الندوات اللي صارت، شيء كثير مهم لحتى الطبيب والمريض بحد ذاته يفكروا بهذا المرض. دكتورة، كانوا عم نحكي انه هو مرض وراثي، قديش فيها الأم إذا كانت حامل بهذا الطفل ينكشف قبل الولادة؟ يعني في فحوصات نحن بنعرف انه بتكشف كثير أمراض، أيضا تحاليل الزواج ممكن تتنبأ بحدوث هذا المرض، نحكي عن هدول النقطتين. لا ابدا، هو صح الزواج الاقارب ممكن يسهل وجود حالات اذا كان المرض مقهور، يعني الام والاب عندهم اياه بس ما هو متظاهر، بس ما في بالعالم كله توصيات بتحاليل ما قبل الزواج، مو مثل التلاسيميا لانه تشخيصه الوراثي صعب جدا، بس القصه العائليه مهمه جدا. الحامل اذا كانت هي مريضه وتشوف اذا ابنها مصاب، هو بالهيموفيليا متاح ناعور A أو B، لكن لويلبراند كتير صعب لأن وراثته معقدة جدا، في أكثر من وراثة موجودة عليه، حتى عالميا ما في دراسة موراثية، الدراسات المصلية تكفي، يعني أنا ممكن أخذ عينة الدم وأشتغل عليها التحاليل البسيطة المشخصة، ماني مضطرة أروح على الموراثات، ممكن بس أهم شيء نفكر بالقصة ونقول انه في قصه عائليه، في قصه شخصيه ولا لا. تمام، بس لا يوصى تحاليل ما قبل الزواج مثل التلاسيميا، مثل ما هلا عم بيعملوا بالنقابه الاطباء بتعطي ورقه للخاطب والخاطبه، لا ابدا، ما في دوله في العالم بتطبقها، وغير مفيده ومكلفه جدا ولا يمكن تطبيقها ببلدنا. نحن يا دوب نشخص فون ويلبراند انتيجين والار سي او الفعاليه وعيار العامل الثامن، نلاقي مركز واحد بالبلد عنده اياه بشكل مرجعي حاليا موجود بمخبرنا بالجمعيه بمشفى التوليد.
دكتورة، بإجراءات وقائية اليوم مفروض أنه مرضى الناعور يأخذوها أو احتياطاتهم، كون المرض يعني مثل ما قلنا وراثي، في ممكن هيك شغلات لتخفف هدول القصص؟ هلأ في توصيات دائما لكل مريض عنده اضطراب نفسي، ممنوع الحقن العضلية، ممنوع الرياضات العنيفة، التماس، الملاكمة، كرة الطائرة، القدم، هيك تفاصيل. بده يكون معه بطاقة تعليف بمرضه لما بده يروح على أي مشفى أو أي تعرض لحادث مثلا، وهذا نحن بالجمعية بنعطيه لمرضى الناعور ومرضى ويلبرانت. في حال صار معهم أي طارئ راجعوا مشفى، لازم الجهة اللي راحوا عليها يعرفوا أنه عنده هذا المرض وكيف طريقة علاجه. في بالعالم بمرضى الناعور صاروا بيعطوا العلاج الوقائي بروفيلاكسيك ثيرابي، ما بقى بيستنوا لحتى ينزف المريض لحتى يعطوا الدواء. نحن بالجمعية بدينا في هيدا البرنامج مع الأطفال اللي عمرهم أقل من 4 سنوات والعامل عندهم شديد، والحمد لله هذا البرنامج له سنة منطلق طبعا بفضل دعم الاتحاد لعالم الهيموفيليا، وأعطانا نتائج رائعة. بنتمنى الجهات المعنية بالصحة وبالتعليم العالي كمان تنضم لهيدا البرنامج، لأنه مجدي اقتصاديا ومجتمعيا وصحيا أكثر على المدى الطويل. بالنسبة لمرضى فون ويلبرانت، ما في توصية بإعطاء علاج وقائي بركازة عامل فون ويلبرانت، لكن ممكن اللي عندهم غزارة طمس نعالجهم بأدوية هرمونية بتنظم الدورة مشان ما يصير عندهم نزوف إباضة، مشان ما يصير عندهم غزارة طمس. في بالندوي كمان كان تنويه، لانه ممكن في عندنا مرضى بيصير عندهم نزوف هضميه، هدول كان مقترح عالمي انه ياخذوا ركازه فون ويلبرانت وقائي، اما الباقي لا فقط عند الطلب، لانه حتى ركازه فون ويلبرانت غير موجوده بالبلد اصلا. يعني عم نحكي بدنا نسعى نطالب بانه تصير متاحه للمرضى بمشافينا. نضم اليوم صوتنا لصوتكم ان شاء الله هيك عن طريق اليوم شاشتنا صوتك يوصل، وتمنياتنا للجميع لكل مشاهدينا بالصحه والسلامه، ونشوف اليوم الندوات عم توصل هاي التوعيه للمكان الصح. شكرا دكتوره لوجودك اليوم. شكرا لكم. شكرا الطبيبه تهاني علي رئيسه الجمعيه السوريه لمرضى الناعور، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم.